ولا قوة إلا بالله ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المجادلة مدنية وآياتها 22 وترتيبها سورة 58. سورة ما إلا سورة المجادلة ومدنية وهي مدينة كدبتي أيضا جمع بوالوات إيو لما أيضا دوائي ترتيب دي مي باها كنتون إيو سيد واي سورة كنتون إيو سيد دوائي. سورة المجادلة ومدنية وهي سورة مدينة كدبتي حاين مواضع دي يوكو هذا راسي يا سورة نأت سورة مدينة إيه هايد يأت أحكام شرعة إلهي فرب بضانك وهذا راسك أحكام الظهار دارتي أحكام كفارة أو كواجب أسلان كمظاهر كله رو أحكام الظهار ولا رجرن عربت ما رجرنا لانك بلاميت اسمه راي أنت علي كظهر أمي هذا إرتي ولا طويت إرت أنا هذا ولا طويت أنا زوجي من سهيني أنا زوج كمية أنا زوجي كمية هذا ولا طويت أحكام تصحون جمرك إسلام كوي مين نقدين لانك مظاهر كهر دار تسمري السنة حقوق جمين هذا ما يقالك هذا سورة التناجي الشرك أذاب مجلسك صدق إن لسي رسولك يعني صدق إن لبس هذا رسول صدق ما يسيا صدق إن لبه مرك رسولك اللي شوره إن كسولنا سقي إن مرنا إهل إقعلته لي نغن عدوك إلهي سورة سازو قلمي بشيكو يسي منافقين دي يهود سورة ما يكبر الله وضعه أسباب نزول شنك آيضو جي حركو مدها بيان قصة المجادلة المجادلة ريت مر ما سيال جيد وخولة بنت الثعلبة قبر الله رجل خولة بنت الثعلبة يا التي ظاهر منها زوجها زوج يا ما يبوها يا ظهاري ظهار لي عنده أفسوا مالي ملا يعني كل دار ذوال هذه سكلم ذوال على عادة أهل الجاهلية سدى عادة الجاهلية بهذا جرتي في تحريم الزوجة في الظهار إن زوجي ذا حارنا واسه دي مربع آذي ولا طوية تلير وجاءت تلك المرأة يا كويتي رسول الله يا كويتي صلى الله عليه وسلم تشكو يوكو شيخ داس ظلم زوجها لها قردر هذا كسوبي يعني حاسية وقال متر يا رسول الله رسولك إلهي وأكل مالي لنكاس مالك يا آمي وأفنى شبابي لن يرنمد إن التبي ونثرت له بطني أولادين أنفرجي من أولادان دالي لك جي أولاد بطن دالي يلي بلانتان قهران من دير كي يدي ذهي يلي قهران أنا من دير كي انتك يدي ذهي يكي بروغن قهران بلانتان قهران بمعنى أولادان دالي ونثرت له بطني ما أنفرجي أولادي حتى إذا كبرت سني ما قد دي بينتي وانقطع ولدي لك ما دي قطي يظهر مني او دار ديتر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها رسولك ما يقبرتاسن راي ما اراك اريري انا ما كارغاو الا قد حرمت عليه انا ذكو حارا نغتي ماي انا ذكو حارا نغتي ان ارغبر فكانت تجادله رسولك وركها كنغاس وتقول ما راس يا رسول الله ما طلقني مفر ولكن ظاهر مني او دار لي فيرد عليها قوله السابق رسولك قول شيخ كنغاس رسولك لي كنغا يا انا كنغاس لي رسولك كنغا لي مركي ورك رسولك مركون تهريك ادي ما اراك الا قد حرمت عليه أن ما أرغب إلا ذكو حارنا ذكرا سلوك إنجك زيدي يا ميتري اللهم إني أشكو إليك إلا وان لبكي أذكين أوه هذا المن أذكين أوه هذا إلا وان أذكين شاك ذاتر إلهي أن أوه هذا بس إلهي وميري حالكي يعني حضرت يا ميكو مثل هاي رسولك إلهي وان ما يصوبي
أن عيال يرى لها تربضن إن ضممت إليه ضاعوا هو أن أسكي وري جون ضيع ماين وإن ضممت إليه جاعوا هو أن هكل وري جون قاجوا ضاين ما يصوب بأن جيك أين جيك أنت قيل جيه أين جيك ما يقو ذكر إليه حالة دي أذكي إن شيء ذلك فاستجاب الله دعاءها إلهي دعاء ذي أجيبي وفرج كربتها إلهي كرب ذي نفيذي إيو شكواها إشياء شريح وواتك لك جيدة إشياء شريح وواتي إلهي مر كباه وجواب آهي صفين. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت متري تبارك الذي الله يسره وسع سمعه سمع جين واسع عن الأصوات لقد جاءت المجادلة توكويت خولة بنت الثعلبة فكلم رسول الله رسولك عليه الله هذا لي وأنا في جانب البيت أنا أنا تهي قريب نجيرو أسمع كلامها يديك ويخفي علي بعضه برشين وقرصومه وهي تشتكي يوكو هذا زوجها وتقول مر يا رسول الله أبلى شبابي لا يرمي باب بعضي يا بابي ونثرت له بطني أولادي أنا فرجي حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي مني مركي أنا ديدين وينتي لك مراتك بهي يا يا ما يبقى الظهار يا ترى أدار اللهم إني أشكو إليك إلهي وأنا ذكي أنقوى ترى فما برحت مزولنا فما برحت يا مزولنا حتى نزل جبريل بهذه الآيات جبريل آياتهم على ذلك ساسو كلا جبرتن مركان ما لهرى خولة بنت الثعلبة لانكي قبين ما لهرى جري أوس ابن الصامت يلا رجري آهي يسوق الآهر ذي لهرى ولا كهلا ولا كهلا كهلا يت كدر في هذا ولا تويتر أرجع الرسول كان قواد مترى إن أوسا ظهر مني أوس يا أو دار ذي تري بعد أن كبرت سني مرقد ذي وينت ورق عظمي لفتين نقلت وإن لي منه سبية صغار أنا عيال يرير لها إن ضممت إليه هذه سين ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا فما ترى كيف مرقى سعصار تصوذ قيبا جورا كدين بسم الله الرحمن الرحيم عبدو تفسير سورة بالله بسم الله إلهي مقاع الشيك بالله إلهي الرحمن حرست عامك الله إلهي الرحيم حرست قارك إلهي يقول الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مهري قد سمع الله إلهي يديك قول التي تقول شيء تجادلك كي لدوضسي في زوجها في شأن زوجها كي لدوضسي وتشتكي أن أوضسي إلى الله إلهي أن أوضسي والله إلهي يسمع لك ديقوا تحاوركما دودين يديك محاورة ما إلى رأي مجادلة ورلسكنا نقال لها إن الله إلهي سميع أليه ديغوه بأقوال عبادي بصير أليه أرغوه الذين دولك يظاهرون دار رايان منكم حالس سنكم إذ هذين من نسائهم بلانتيوك دار رايان اقدر دار تلا من نوعه ما بكين لو هذا ما كتاب يوه ما شالتا هذا ولا طويت إن أمم ميلشين هاي ميلشين مركاسة ظهار لها الذين هن يظاهرون دار ضاين أو عاديو كلمت ويلين منكم يسمعون ذا من نسائهم بلا أنتيو عاديو كلمت ويلين كلمت ويلين ما هن زوجات كما أمهاتهم أهي الجمع زوجات قبط حاس كأه أهم النقراس إن أمهاتهم ما أمهاتهم أهي الجمع هن إلا لا إيهان رابطي ولدنا هم يقول عليهم ماهن وإنهم رجالس زوجاتكس وإنهم رجالس لا يقولون ما إرهاين منكرا إرهاين حضل أو منكر إرهاين منكرا من القول حضل أو منكر إرهاين معروف هاين حضل حن إرهاين وزورا بين إرهاين وإن الله إلهي العفو عليه عفية ويحمانته إلهي عفية غفور عليه دافع ذنوب تدافعه والذين دولك يظاهرون قدار ضعين من نسائهم بلانتو قدار ضعين آذي وكلمت ويلين
ثم ركاز بعدين يعودون نغذان الإمام الذي قالوا يرهن فتحرير رقبة فعليهم كرشوهاتي تحرير رقبة قرئي وحريان من قبل يتماسى أنت ونستا ابن قر ذلكم كعزة توعظون بلسينك وعظي والله إلهي بما تعمل وليس عمل فلاسان خبير عليه حقال كواي فمن لم يجد لنقين هلان فصيام شهرين متتابعين فعليه كرشيمي هذه شهرين لما بلود ومتتابعين حريره من قبل يتماسى أنت ونستا ابن قر فمن لم يستطع لنقين أول لحذن معلومات لما بلود أنصوم كورن فإطعام 60 مسكينا فعليه كرشيمي هذي إطعام 60 مسكينا لحذن مساكين إنس ورسي ذلك أرق عزي ثابت قصوم وآية أنزل الله إلهي هددي شرعجي إلهي هددي لتؤمن بالله ورسوله عليه ورسوله سيسا رميتان وتلك تاس حدود الله إلهي حدود سواء والكافرين أنصونات عذاب أنصونات عذاب سؤاليم الله بضن مؤلم الهوسيوم إن الذين يحادون الله ورسوله إن الذين هان يحادون الله على خلافين ورسوله خلافين كبتوا ولا لاقي وولد الله كما كبت الذين من قبلهم سدلين دل الله هان يقرين وقد أنزلنا هذه الدين آيات هذه الدين آيات كصبينات واضحات أو إت والكافرين أنصون هذا عذاب مهين عذاب دل الله قال تعالى إله ماري قد سمع الله الله يدي قول التي تقول شديك تجادلك كي كل ضوضسي في زوجها في شأن زوجها زوجها رموجي كل ضوضسي وتشتكي إن أوضسي إلى الله إله جين أوضسي والله إله يسمعك ليغو يتحاورك وما ضوضين ليغي المحاورة المراجعة في الكلام يلقشين هذا اللي سكننا هوايا هذا اللي سكننا من حار الشيء يحوره إذا رجع ويرجع رجع يرجع لكشين ومن الدعاء المأثورة كمية هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بالله من الحور بعد الكور نغش يا إلهي كمين كهنر بعد الكور انطرت ابن شداد العبس الشعر قال رأي فرسي من بشيك يماري لو كان يدري ما المحاورة تشتكى ولكان لو عرف الكلام مكلم يير فرس كان لو كان يدري هدي ويفهم ما المحاورة الضوط حد وليه ويفهم اشتكى وسوء ويفهم ولا كان لو علم الكلام مكلمي هدي الدوكة سفنانا هذا لفظ والله إلهي يسمع كل يقوى ويتحاورك وما الدودين إن الله إلهي سميع أليه دوي بأقوال عباده بصير أليه أرقوا الذين مرقوا حكومك أن تقبل هذا الذين دوك يظاهرون كدار ضاين منكم حال إذا سيكون مثلا من النساء بلانتي كدار ضاين وآذي وكلمت ويلين أنت علي كظهر أمي آذي أو لطوئة إرهاين ما هن زوجاتك اسمهان أمهاتهم أهيا جمع إن أمهاتهم أمهاتهم أهيا جمعهان إلا لا يعني ولدنا هم دلن ما إصلا أنت كدل ما أحكي لما بليدي وإنه لا يقولون إرهاين منكرا والحن أم من القول هذا الإرهاين وزورا بين إرهاين وإن الله إلهي لعفون أليح من تعفيه غفور وذنوب تدافوا والذين هن يظاهرون لا إرهاين أو نتي زوجات جو أهياج وكلمات ويلاين يلق جيبه والذين هن يظاهرون لا إرهاين من نسائهم أهياج من نسائهم زوجات كالجيد بلا أنتم هاتن ترك شيء والذين هان يظاهرون لا رضاين من نسائهم بلا أنتم يقول لا رضاين أي زوجات يقول لا رضاين الجيد وآذية أو لمدة تأرهاين ثم يعودون نغضاين لما ما الذي قالوا يؤرهن يعودون نغضاين لما كي نغضاين قالوا يؤرهن من أولا يؤرهن كون نغضاين إن زوجي لن نغض زوجي نغطر لفضه ما لسوا مركون فتحرير رقبة والذين هان يظاهرون الأرضين من نسائهم بلا أنتي وكل أرضين ثم يعودون نقضين والإمام الذي أن نقضين قالوا يؤره فتحرير رقبة فعليهم كرشوهات تحرير رقبة قرئ لحري
والذين الدلك يظاهرون الأرضان من نسائهم زوجات يقول أرضان وأحياج يكشبهين ثم يعودون كشل آيان كتولر يعودون النقضان لما قالوا أي يندمون عما قالوا مرقون لماذا بمعنى عنوة ثم يعودون النقضان لما قالوا عما قالوا ولا يؤرن كل نقضان ويندمون كشل آيان على ما فرض منه ولا يوكو فكذي أو ويرغبون فضائين في إعادة أزواجهم إليهم حاسوا إيها نغت فضائين فتحرير رقبة فعليهم كرشوه مهاتي تحرير رقبة عتاق رقبة لحري من قبل يتماسى أنتيو أنستعبن كورا نسجمعني لك جيد ذلك مرنقا كاسا أو حكم الله إلهي حكم جي يتوعظون بلسين كووعذي والله إلهي بما تعمل وليس عمل فلاسان خبير اللي حقالك أو فمن لم يجد لنجين هلان رقبهم هوري كورنا فصيام شهرين فعليه كرشي مئتي صيام شهرين لما بلغت انه صوم متتابعين وحرير من قبل يتماسى انتو نستعبن كور فمن لم يستطع لنجين اودنا لما بلغت انه صوم صيام شهرين لكن اودنا لكبر السنين او مرض فإطعام ستين فعلي كرشيمي هذي إطعام ستين مسكينا لحذن مساكموت إنه سقوضي هو ذلك أرن كاس الذي كاسو بيناه إدايني من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله ذلك أرن كاسو ثابت كالسقن وهي شرع الله إله يجدي لتؤمنوا رمية بالله إله ورسوله إشارة ظهار كناس ذلك كاس أو أحكام الظهار من أحكام الظهار ثابت قصوم شرعه الله لكم إله سينجدي لتؤمنوا رمية بالله إله ورسوله رمية وتلك تاس حدود الله إله حدود سواء والكافرين أنصونات قال أنصونات عذاب أليم عذاب أونتي له بدن إن الذين الدلك حان ليس ولا إن الذين حان يحادون الله على الله على إتمانه ورسوله رسوله على إتمايان إلهي ورسوله خلافيان الله على إتمايان كبتوا والإهانة والدلاء كما سدي كبت الذين حان بلين دلاء من قبل يكوري المحادات المعارضة هي اللي جيت هي يحادون المحادات والمعادات إلى علوة والمخالفة في الحدود والأحكام والمشاقات هي زجاج علينا اللغة ماري المحادة أن تكون إنها في حد يخالف خلاف حد صاحبك وأصلها الممانعة والشرخ بشل ممانعة وإن ازديروا مرقنا الذين هان يحادون الله إلهي لعلى يتمان ورسول رسوله لعلى يتمان كبتوا خذلوا وأهينوا كما كبت الذين من قولهم هان يكسيه رين منافقين تهايين إقالة هان بسلين دولاي وقد أنزلنا هدديني آيات هدديني آيات كصبينات عت واضحات فيها الحلال والحرام حال حرام كسونات والفرائض والأحكام كسونات وللكافرين قال يأنسونات عذاب عذاب مهين إهاني أو دل يوم أيضا ما يقدق دي لأرين في كفار مكة يقدق دي لأرين أهي في كفار مكة يوم الأحزاب دي قالك أحزاب حين أراد التحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركيو حسك بهي سينا قال كل جهة كوسين أو رسول كنا تبربضا هاينا صحابي اسكويرين يا إلهي يون الدلائي مؤمنين تني إيونا تي رسول كنا إلهي انقرقاري ساسو كلا مركون عد الله لعدي اسكديش مركز تاتقمات إن رسولك إلهي يدبت اسكديش دلائي سليس هاني ورب من دلائي أدين الدلائي آخرين الدلائي كوبيتو والدلائي كما كوبيت الذين حاني بسلين دلائي من قبلهم وقد أنزلنا هذه الدين آيات بينات والكافرين أنصونات عذاب مهين وعذاب دلائم
قال تعالى إلى أمر يوم يبعثهم الله جميعا وذكر حسن إلى محمد ومتن إشاق يوم ما لن يبعثهم الله الله بيدون جميعا لما أنتوا بيدون يوم قال رهيب يوم القيامة والضوم في سعيد واحد إلى نسك شينه فينبئهم إلى ورمه بما عمل ولا يعمل فلن أحساه الله إلهي كوب عمالي كل جي إلهي كوب ونسو يون هلمامين والله إلهي على كل شيء شيك شهيد عليك قوب جوك أواي ألم ترى هذا ما يقعني ماي ألم تعلم هذا ما يقعني أيها السامع العاقل لنك السامع العاقل كهو أن الله إلهي يعلم يوغي ما شيء يوغي في السماوات كسونا وما من الذي كي يوغي في الأرض كسونا لعر ولا كسونا يا إلهي يوغي ما يكون مجرى من نجوى ثلاثة من مناجات ثلاثة سد شهور مجرت أما سد شهور جو مجرى إلا هدجر هو إلهي رابعهم كيدو أفراد ولا خمسة شهور مجرت إلا هو سادسهم إلهي كان لهذا ولا أدنى أي ولا أقل والكوير من ذلك سد والكوير لما أكل مثلا ولا أكثر والكبضا تضبي سيدي سقالوكا والكسيب بضا إلا هذي جران هو إلهي معهم لجر ليه إينما كانوا ملبير روما ثم ركاز بعدين ينبيهم إلهي أن خبر بما عمل ولا يعمل فلان يوم القيامة ما نلتقيام إن الله إلهي بكل شيء شيء كستعليم عليك علم اللواي وأقسم يوم يبعثهم الله جميعا ويذكر حسن إله محمد يوم أن يبعثهم الله إله بيو جميعا لما أنتيو فينبيهم إله أنورهم بما عملوا ولا عمل فلن يأنورهم بكل صغيرة وكبيرة أنورهم آهي والله ولا الدنيا كوران الجرائم وحمان أنورهم أحصاه الله إلهي كوبي في صحائف أعمالهم يقى كوبي ونسوه يون حلمامه جرائم تزاه المامن آمن سنة رمي سنة الله حساب ولا جزاء إن حسابنا جنة جازين جنة والله إلهي على كل شيء شيك شهيد عليه أرقى واي ناظر واي قوب جوق واي لا يغيب عنه شيء إلهي والبن وقرصه مان ولا يخفى عليه شيء إلهي ولنمك مقنع مان ولنمك قرصه مان ayadum argumay le daaysi wada ilaahay mare siicata cilmiye sheegay may la ri alam tara ilaahay cilmiyeenti waasay alam tara alam taala mad moogan in allah ilaahay ya'lamu in ogi ma fi samawaat samawaat wala kasunaad wa ma fi al-ard ard wala kasunaad ma yakunu majra ay ma yujadu ma helo min najwa thalathatin min najwa thalathati ashkhas sidlan shurju ma helo من نجوى ثلاثة أشخاص أي من مناجات ثلاثة أشخاص سدلن شرج ومجر إلا هدجر هو إلهي الرابعهم كيري وأفراده ولا خمسة شمع بجرت إلا هو إلهي سادسهم كيري لحده ولا أدنى والكوير من ذلك تاس مجرا ولا أثر والكبارن مجرا إلا هو معهم إلا هدجرا هو إلهي معهم إلهي لجر إنما كانوا ملبي الرغان صور كاسبا الدين ينبيهم إلهي ورم بما عمل ولا يعمل فلان ورم يوم القيامة ما القيام إن الله إلهي بكل شيء شيك عليم عليه أقسم واي لجروك إلهي شرح شيقني سورة الحديد ياك شيقني معي إلهي من شلق هذا إلا ما معي عام معي خاصة معي ذا هتا أيدون شيك دوا معي عام تن عام كميلك جيدة إلهي علمي جي إيه سمع جي إيه بصر جي لك جي إيه قدرس إلا هو معهم أينما كانوا والغرض أنه تعالى حاضر مع عباده الضومة جي للروح مطلع قضال عضوه على أحوالهم وأعمالهم يطبع على عضه وما تهجس بي أفيدة من الله أبتوه الشيء أغي إله هو مقرص وميان ولذلك آيات ما يبوها ألم ترى أن الله يعلم يلر علم الله قبلها ما يقولون لذاتن ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم مفسرين تمركم يبارنا ابتدى الله هذه الآيات بالعلم ألم ترى أن الله يعلم وير
واختتمها بالعلم يجا ختمها بقوله إن الله بيقول شيء عليم سيوسن قداي إن إلهي علم جي كوابو جزيئاتك سيدي كلي كلياتك بيوسن كوابو والقوقر صوميان مجر إلا هو معه مرقو إلهي لشيء معنى جماعته إلهي ذاتيس قدسي ذا شرف طبضا عزيز كورجرته لشيء معنى جماعته محيط بهم علمه علم جي كوابي وبصره نافذا فيهم أرجينا كفلاس فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه خلقه جيدا على عذه قادرك إيه نولا يا أرزاقه تصرف جيلي لا يغيب عنه من أمورهم شيء شيء أمورته وقرصه أمام الله وهو مستوي على عرشه باين من خلقه وصو عرشه جينكو سرمري مخلوق جينكو دباه معيه مركون ساسو ددقار إله اللي جي رب العرون حتى أنت ما يجي شيء إنه لكن القرآن كشيء جاي إن الله مع الذين اتقوا ولذين محسنون سيأكل إن الله مع الصابرين سيأكل صفة خاصة دي لان لنضاعي مثلا إلهك إلى جرب بله هو أكل إن الله معك لا ما يبغى معيده اسمير جيد العون والنصر غير جرجار إحفاظ إلى الله يلك جيد ثم ينبئهم إلهي إن خبر بما عملوا ولا يعمل فنا يوم القيامة إن خبره إن الله إلهي بكل شيء شيكست عليم عليه أقسم واي ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ألم ترى أذم أرقنا إلى الذين هن نهوا لكرابي عن النجوى الشور لكرابي ثم يعودون النظر لما من الذي نهوا عنه لكرابي ويتناجون كشوريان بالإثم الدنب والعدوان عليتن إيو معسية رسول رسولكم معسيس ذيك شوريان وإذا جاءوك هديوكين كوينا حيوك كسلام بما من الذي كيكي سلامين بما شيء لم يحييك به الله الله بك السلام ويقولنا ما يرانا في أنفسهم نفسده وما ينسى رأينا لولا يعذبنا الله هل لا يعذبنا الله ألن ينعذى بالله دماء بما نقول ورون إهران حديث محمد قرئي ولو اسكسوني الدين سحق يطولنا عذا فضل ألن ينعذى بأسه وسوح حق مخاين ساس إهران بان يؤس باران وان حسبهم كافجو جهنم وجهنم وجهنم لي كافياس أبالك لما ينهاي يسلون غلاين هاي جهنم ذا غلاين فبئس ما يباس لهذه المصير المرجع ميلن غضب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مرة آيات ما هكذا دير في اليهود والمنافقين هكذا دير يهود المنافقين كانوا يتناجون شورجرا فيما بينهم يك شورجرا وينظرون في رأي المؤمنين المؤمنة في رأيهم ويتغامزون إنس الجبيان فشكوا ذلك إلى رسول الله رسول كان أوعد المؤمنين ما رسولك إلى يهودا يونمكم كرسني هاي غيرا فنهاهم رسولك كرهبي عن النجوى شورك كرهبي فلم ينتهوا إلا أنك شوك أدنك جينا كرؤوك ليلة ريودا لأنك ولاك ولا هشيك أديوك أدي لها كفيرة ولا سرى ولا سكدد دوك مارك فروت الله نسلوا هاي ونوع سبب غاران ولبا أمان مسلمين تمقنين ديقالك مقنين أوكالا يهنو ورشيغان بين شيغ جرن إلهي مركم أري ألم ترى ألم تعلم هذا موقع إلى الذين هن نهوا لكرهب عن نجوى الشور ثم يعودون أنظر لما من الذي نهوا عنه لكرهب ويتناجون شوريانا بالإثم دنب والعدوان عليتن وإسلام قال الله إيو معصية الرسول رسولك إن لك عاصي قرو رسولك لك عاصي شوريان وإذا جاءوك هديوكين كوينا حيوك كسلامين بما شيء يكي سلامين لم يحييك به الله إلهي بأذكين كسلام مفسرين تمي بارنا يهود رسول كان كوي جرن ما يرجرن مثلا السلام عليكم يران السلام عليكم لنجي كسان ما يقال السلام عليكم يقال السلام ملك ميد الجديد غير الجديد ملك دوا السلام عليكم رسولك ما يسوى رجعين وعليكم فهمي اس عليكم إزينا غير إزين لوش مرانتها مرقوم ايكا فشل مانا عائشة رضي الله عنها يديك دي فقال ميتري بل عليكم السلام واللعنة غير إزين لوش اللعنة إلهي نالي سين قدر يتر يا بي مرقوم اللي فهمي اقادي فلما انصرفوا مرقوا بين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عائشة ترتيب سوي إن الله يكره الفحش إلهي فاحشة كهذا والتفحش
isceebowgana kaade faqad madar ya rasuulullah oo ma samicta ma qalo way ran baad dheegna ma faqala la ma ngare ama samicti ma mid dheegna ma qultu lahum ayna wala ngare mid dheegna inni qultu lahum ngare wa alaykum isina korkin allah waad fa yastajibu allah li ilahi in ajibe fihim habar kan habar ilahi in ajibe wala yastajibu lahum fi ilahi an min ka ajiba habar cho ilahi ma ajiba an mi gobodo habar ka ilahi ilahi ogolaade yo gobode markaas ويقول ما رأينا في أنفسي مرقم إلى كويت وإذا جاءوك هديك إن كان حيوك كسلام بما من الذيك لم يحييك به الله إلهي بك كسلام ويقول ما رأينا في أنفسي من نفس الدعو يما إن الشيغانا هل لو لا يعذبنا الله بما نقول هل لا هي يعذبنا الله إلهي من عذاب بما نقول ولا نعلم فلو كان نبيا حقا هدينا بحق حذفا لعذبنا الله على هذا الكلام حضركم بلن على فضيما إلى إن جواب ميري حسبهم كافجو ما يكفلنا جهنم هو يسلون قلائن ها جهنم ذا قلائن فبئس ما يباس نغناتي المصير المرجع ميلين نغضا باس بغنات المخصوص بذمي عايتن يحمان لك قون ويري جهنم هو حديث ما بهاي لا أحد أصبر على الأذى من الله رسول صلى الله عليه وسلم بأري لا أحد أصبر على الله إلهي لا نقول صبر وبضم الله على الأذى لا أحد أصبر على الأذى من الله لا أحد أصبر على الأذى لم دب كصبر وبضم ومن الله إلهي نقول صبر وبضم الله يدعون له إلهي إن شاءين الصاحبة والولد إلهي صاحب له إرهاين زوجك إرهاين أولاد له إرهاين إلهي عاين والإله بني انقلقنا إلهي كشيغان وهو يعافيهم ويرزقهم إلهي سكو عافية عاف ماذا سيه سكو رزاق تازدرادي إلهي ميها ساري مرقا آيضون هدين أو آيضون أنا تي سرتيو لك كشفه قال تعالى إلهي مباري يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك لكل وإذا تناجيتم حديثا شورسا فلا تتناجوا بالإثم حما أنك شورتين أنك كشوك دين والعدوان عدوتوين كشوك دين ومعصية الرسول رسولك حي معسيس انك شورتين وتناجوا الشورع بالبر والتقوى مرهز النجوى أصر شمال ري الكلام بين اثنين فأكثر سرا حضل أولا ملان إول قبان دمرو لكن سر إيه. تناجى القوم هبلر تحدثوا فيما بينهم سرا و لاتيو سرا و هذا لان لك جين وتناجوا بالبر والتقوى كشور السما فال الربوبسين واتقوا الله الهي كوبس الذي الله سو اليه يسجيت حشرون سين شريا الله جل سين شريا انما نجوى الشرك من الشيطان الشيطان يجيك هذا كشوك لك جين ليحزن سلم مرجي الذين دلك امنوا رميان وليس ما عن بضارهم كوال كل باو شيئا إلا بإذن الله إله إذن شيما وعلى الله ألا كرجيه فلا يتوكل تلا سهر بين المؤمنين ذات مؤمنين ذا إله تلا سهر بين رسول صلى الله عليه وسلم يبهري عديث كان إمام البخاري ومسلم إغار جبها سهر أنا إذا كنتم ثلاثة حديث سدئتين فلا يتناجى إثنان لما إشورني دون صاحبهما دون صاحبهما إيوه صاحب شنو أكجر فإن ذلك أرنك أسكاس يحزنه قرب ويسل سدنا لهاين لا من يجي سبت ما يلاقو من قاعد ذكر يا أيها الذين آمنوا ذاتك إيمان قلوا كلوا إذا تناجيتم حديثا فقاسان وشورسان فلا تتناجوا كشورة بالإثم الدنب إيوه العدوان عليتا إيوه معصية الرسول رسولك يعني كعسيوشي وتناجوا شورى بالبر ضاعك شورى لا يضاعك شورى والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.